بنمر بمرحلة صعبة بحاجة لصبر، بحاجة لصبر معنوي، صبر على المصائب، صبر على الأمراض، وبحاجة لصبر ثمار الصبر، ثمار الصبار أو التين الشوكي اللي هي فواكه من شجرة أو نبتة الصبار اللي هي بتنبت في الصحاري في الوديان، اللي هي بتنزل الشروش تاعها عميقة لحد 10 متر 20 متر بتنزل، وعشان هيك تزرع في جانب السناسل وجانب الوديان. هذه صيفية طبعا وبتثمر في فترة الصيف تحت الأشعة الشمس الحارقة، يعني الفيتامينات والألوان تاعتها هذه الأصفر الأحمر الأخضر اللي حلاوتها بتكون من حلاوة العسل. هل هذه النباتات اللي هي متوفرة ورخيصة وموجودة بتحتوي على عناصر كثيرة وسهلة الاستخدام، بعد ما نلقطها طبعا بننظفها من الشوك اللي بيكون حواليها، بنجيب شيء هيك خشن من الأعشاب وبنفركه بنفركه بنفركه فبنشيل الشوك، وبعدها بنغسلها في مية هالبير الباردة، وهيك بيكون عندنا جاهز وتقشيره سهل جدا. فقط عملية ان نجرحها من فوق بالطريقة هاي، نعمل خط والخط الثاني على الجنب بشكل نصف قصة والجنب الثاني بالطريقة هاي، شايفين كيف شكلها من الخارج، وبنفتح الكشرة بالطريقة هاي، وهيك طلعت عنا النبتة الداخلية اللي شايفين عمق سمك الكشرة تاعتها الخارجية، وهيك بيكون عندنا مادة الصبار فاكهة لذيذة تحتوي على كل العناصر المعدنية اللي بدكم إياها. بدكم أحماض أمينية موجود، بدكم كولاجين اللي يبني الأغشية الخارجية والداخلية موجود، يعني يبني الأغشية قصدي للأغشية اللعاب، الأغشية التنفسية في المعدة في الكولون، يعني كويس كتير لكل مشاكل الكولون منها التقرحات منها الإمساك منها الإسهال، لأنه موجود فيه بوتاسيوم بشكل كبير، موجود فيه ماغنيسيوم بشكل كبير، عدا عن الفايبرز والحبوب الصغيرة اللي بتكون موجودة فيه، وهذه بتكون على شكل أسود، وهذه بتساعد كتير في عملية تنظيف للأمعاء وللكولون، تنظيف جيد بحيث انه التنظيف هذا يكون مع المادة الهلامية هذه اللي موجودة اللي هي زي الكولاجين اللي بتعيد بناء الأغشية وبتبني الأغشية. فانتوا تصوروها هلأ كيف بدنا نستخدمها لمشاكل متعددة، كويس لمشاكل المفاصل، كويس للسكري بخفف مستوى السكر في الدم، كويس للكوليسترول بخفف مستوى الكوليسترول في الدم، بعطي عملية زيادة إفراز في هرمونات السعادة السيروتونين والميلاتونين، كويس كتير للدماغ، كويس كتير للجهاز التنفسي زي ما حكينا. ماشي الحال، هلا السؤال كيف نستخدمه، قديش المقادير، وكيف مننا نستفيد من أكل هذه الثمرة الكويسة. طبعا أساس نأخذ منه مفعول كويس، بدنا قبل ما ناكله بدنا نعمل شاي ونحط عليه شوية نعناع شوية ريحان اللي موجود، ونشرب كاسة الشاي هذه، وإذا حطيته نص معلقة عسل عليها بيكون كويس. شربنا الشاي، بعد ما شربنا الشاي وحمينا ولينا بناخد حسب الحاجة من 1 لـ3، إذا أنا كنت أكل 10 مثلا ما يصير لي شيء، بس إذا واحد مش متعود وفضعية جلوس وما بتحرك 1 وكتير عليه، لأنه حيعمل له إمساك أكتر وخشونة أكتر في حركة الأمعاء وتسكيرات أكتر لأنه ما في حركة. أكلنا لنا 1 2 3 حسب الحاجة وحسب إحنا مقدرتنا. في هاي الحالة بشرب لي كاسة مية ورا الصبرات. شربت كاسة المية، في هاي الحالة بروح لمشوار بسيط أو في الغرفة أو في الدار، بهرول في المكان لمدة 5 دقائق فقط، هرولة لا أكثر ولا أقل، مش غادر أمشي وهرول،
في هاي الحالة بدي أحط إيدي على بطني وأعمل زي حركات هيك اهتزازية اللي أحرك الحركات اللولبية الحلزونية بتاعت العضلات اللي بانية الأخشية كلها والقولون والجهاز الهضمي، واللي بتحرك طول الوقت في حركات حلزونية على أساس يدفع الفضلات. فهذه المواد وهذا الصبار بتكون على شكل مادة رغوي لزجة مع الحبوب هاد، فبيعمل عملية تسريع من الحركات هذه وتنظيفات داخلية وشفط تغذية، وبنفس الوقت هذا كويس للبيو اللي موجود في المعدة تاعتكم. مدام في عنصر الحركة موجود والمشي أو الطبطبات أو المساج هاد بعد ما تأكلوه مع المياه الساخنة مع الأعشاب مع المياه اللي شربتوها بعدها، هيك بيكون عندكم حل سريع وديتوكس سريع للكولون، وبتاخذوا كل هالمواد والمنافع اللي حكينا لكم عنها. هلأ أنا هنا عندي كولاجين، يعني هنا عندي هذا الكولاجين أفضل لسه من الكولاجين اللي موجود في الألوفيرا. هذا الصبار هذا ممكن أنا استخدمه بشكل خارجي. أنا هذا يعني الكولاجين اللي بيكون موجود في القشري أنا ممكن أزيله بسهولة من القشري في المعلقة، وهذا استخدمه. هذا أحلى ماسك. عندكم مشاكل في الإجرين بتدهنوا الإجرين بتدهنوا الركبة فيه، هذا كولاجين طبيعي، وهذا مواد غذائية وأملاح وفيتامينات حيدخل مباشرة عن طريق الجلد ويغذي الجلد وقوي جدا وكويس كتير لكل المشاكل الجلدية سواء صدفية أو سواء حب شباب أو احتقانات. مدام بيوسع وبلين وقاتل للبكتيريا وكل هالفعالية موجود فيه، إذا ممكن أستخدمه. فأنا استخدمته هلأ الخارجي. الكشر نفسه نشفوه، خدوها مني نشفوه، وبعد ما ينشف اطحنوا واستخدموه في نقع الرجلين. مش بدنا نحط ملح ونحط خل لما بدنا ننقع اجرينا، لانه في عنا الام في الاجرين والام في مفاصل ونقرص والام في الركب. وبنحط كمان ملعقتين ثلاثة من هالطحين هذا اللي معمول من الكشر، وهيك بتاخدوا على فعالية كبيرة في تخفيف الالام وتخفيف الانتفاخات. يعني شوفوا هالفوائد البسيطة والطرق البسيطة في استغلال هذه الفواكه الصيفية الرخيصة الثمن واللي إلها فوائد كتير كتير كويس. بس ديروا بالكم من الشوك، إذا دخل شوك إشي حطوا إيدكم بس تحت المي السخنة شوية بتروح الشوك، مش مشكلة، الجسم بتردها لحاله. فهي كمان بتعطيكم مناعة وبقوي جهاز المناعة بشكل كبير، بس كويس للجهاز التنفسي. خذوها منا. سلامات، تحياتي لكم.